قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا اللي بيتابعونا من كل مكان. الأول بحبكم جدا. تاني حاجة الأول نقول نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول بسم الله. الفيديو بتاع النهاردة من سلسلة جوتن، سلسلة مفيدة جدا وقوية جدا، وإن شاء الله مكملينها مع بعض إلى الآخر. الفيديو بتاع النهاردة عن البلاستيك الأبيض بتاع ديوسان أكشن جوتن، طالع جديد يعني بقالوش فترة كبيرة في السوق، ولكن هو بلاستيك ممتاز جدا جدا عن تجربتي الشخصية في البياض بتاعه في النعومة والملمس، حاجة بصراحة ممتازة جدا. أنا كنت دايما بحب أشتغل بالسايبر 700، ولكن لما اشتغلت بالديوسان أكشن لا، في فرق كبير جدا جدا، وكمان ما بيلحمش معاك، ما بيعملش معاك فواصل، بيخليك تشتغل وانت مستريح. فخامة بصراحة ممتازة، وكمان في السعر بتاعها هي نفس السعر بتاع السبعمية، مفيش أي خلاف بين الاتنين، تمام. فزي ما شفنا كده، أنا معايا هنا الجبسن بورد أهوت. طبعا الجبسن بورد ده في ناس كتير سألتني أنت بتدي كام سكينة أو نديله كام سكينة، زي ما أنتوا شايفين قوي جدا أهوت، ضد الخدش ضد أي حاجة. عملت الفيديو بتاعته من الفيديو بتاعه من البداية خالص، اللي هو إن إحنا إدينا سيلر بنتريتنج جوتن سيلر ناري، بعد كده اشتغلت عليه سكنتين اتنين. قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها.